وفي نيويورك عقدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة جلسة خاصة لتأبين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووقف الحضور دقيقة صمت حزنا على الراحل. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال إن الملك عبد الله قاد المملكة العربية السعودية نحو التنمية، وكان نصيرا لمكافحة الجوع في العالم، إذ قدم أكبر منحة حصل عليها برنامج الغذاء، كما اتخذ مبادرة هامة للحوار بين الأديان، معتبرا أن مساهماته سيبقى أثرها في العالم.